دكتورة أراكس، يعني الآن بعد إغلاق ممر لاتشين منذ ديسمبر الماضي، كيف أصبحت الأوضاع الإنسانية في إقليم كاراباغ؟ ومدى تأثير هذا الوضع الإنساني في ظل توقف دخول المساعدات سواء على المستوى الطبي أو الغذائي والصحي؟ شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة للحديث معكم. بداية أود أن أؤكد أن أذربيجان أطلقت حملة لغلق ممر لاتشين بشكل غير قانوني، والذي يستهدف الإغلاق وعمل حواجز عالم إقليم كاراباخ، وهذا أثر على عجز في المواد الغذائية بما في ذلك المواد وغيرها من مختلف الخدمات مثل الكهرباء والمياه وبعض الحاجات الأساسية للحياة في الإقليم. لا يوجد أي انتقالات عامة، وقد أغلقت المحلات والمدارس، وأيضا أغلقت كافة المحلات، فبالتالي الشعب الكائن في ناغورنو كاراباخ يواجه تهديدات بسبب المجاعات التي ربما يعانون منها خلال الأيام القادمة، وربما يعانون من بعض المذابح وأيضا التطهير العرقي.